بالمناسبة، الطلب على منتجات شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية زاد للدرجة اللي كان لازم يتضاعف معاها طاقة التجميد في المصنع، وده كان معناه ضخ استثمارات جديدة تتجاوز 200 مليون جنيه لإنشاء واحد من أضخم مجمعات الثلاجات على الإطلاق في مصانع الخضر والفاكهة المجمدة في الشرق الأوسط. وبالفعل تم إنشاء المجمع وافتتاحه، وبجد كان شيء مبهر فعلا. طب هل العميل ده ممكن يقبل الزيادات اللي بتحصل نتيجه التضخم اللي موجود النهارده؟ هتفاوض معاه ازاي عشان اقنعه ان انا عندي زياده النهارده وده هيسبب خسارتي؟ طب هل هو ما عندوش زياده؟ اكيد عنده زياده، كل حاجه راح يشتريها لا سعرها زاد. طب هو امتى يشك ان انت عامل معاه مشكله وعايز تخدعه؟ لما يجي يتصل عليك عشان يطلب الاوردرات بتاعته، فيلاقي ان انت بتقول له مثلا انا عندي زياده 15% في السعر، ويلاقي شركه تانية من نفس مصر وتقول له لا انا السعر زي ما هو. فبرضو الحته بتاعه التنسيق دي، وده يعني انا اتعشم ان المجلس التصديري يبقى له دور في المساله دي. الصناعات الغذائيه، المجلس التصديري للصناعات الغذائيه، اعتقد ان هو لازم يعمل كوميتي تكون مسؤوله عن وجود حدود دنيا وحدود عليا للتسعير، والكوميتي دي يبقى لها كمان تشريع بحيث ان اللي يخرج بره المنظومه يبقى في عقوبه، والعقوبه دي تكون عقوبه قاسيه لو ثبت ده بفاتوره. بالظبط، وبالذات في المنتجات كمان اللي هي منتجات مصريه بحته ملهاش بديل في العالم. يعني انا مش قادر اتخيل ان احنا مفيش ولا دوله في العالم تاني بتنتج ملوخيه، مصر هي الدوله الوحيده بتنتج ملوخيه. طب ايه اللي ما يخليش طن الملوخيه في مصر ب 1500 دولار واحنا بنصدره؟ عارف حضرتك ايه السبب الوحيد؟ ليه بقى؟ المصريين. هي بكام النهارده؟ ب 500 600 700 800. ايه اللي يمنع ان الملوخيه تبقى بسعرها الطبيعي اللي هي المفروض تبقى موجوده بيه؟ حاجه واحده بس، ان هناك شركات في مصر في الوقت اللي انت لو قررت فيه ان انت تبيع ب 1500 دولار هيبيعوها ب 600. طريق